بالنسبه للاطفال المدمنين على اللعبه الالكترونيه، هاد الالعاب خطيره. التطبيقات اللي ولات ديال الالعاب هي خطيره، كاينه بزاف في الانترنت. كاين هادشي ديال الرعب، كاين هادشي ديال السلاح والحرب، وهادشي بحال فري فاير، بابجي، الحوت الازرق كما شفنا، راه بزاف ديال الضحايا في العالم اللي مشاو فيه من الاطفال، خاصه من الاطفال. وبالنسبه لهاد لهاد التطبيقات خص يكون عليها واحد المراقبه دوليه، الناس اللي تراقب هذا الشيء، ومنظمات ديال حقوق الطفل حتى هي تهضر في هذا الشيء، حقاش هاد الناس هادو اللي كيخرجوا هذا الشيء كيعرفوا غير الفلوس، كيعرفوا غير يشدوا الفلوس وما كيراعيوش حقاش هي اصلا واحد الالعاب اللي فيها السلاح، فيها السكاكين، وفيها الحرب. حقاش ولينا كنشوفوا دابا الاطفال كيديروا مغامرات في السطوحه، ولينا كنشوفوهم كينقصوا في الشارع، يعني الدراري الصغار ولاو كيهزوا معاهم الماس، يعني هادشي كامل تانسبيراو من هاد الالعاب هادي. بصراحه الدائره ديال الالعاب الالكترونيه هي سلاح ذو حدين، يعني اولا هي متعه للافراد اللي كيلعبوها، ولكن اللي خايف فيها هو انه الواحد ما يكثرش من الالعاب هادي، يعني خصوصا الالعاب ديال العنف وديال الفراده وديال الاقتيادة، لانها كتاثر على العقل الباطن ديال الطفل او على اي واحد، وبالتالي تقدر تاثر عليه من يكون خارج الزنقه يبغي يقلد هذيك الالعاب، يمشي يقلب على العواد، يقلب على اسلحه يعني خايبه، يقدر يضرب خوتو اصحاب اي واحد في الشارع. لذلك الالعاب الالكترونيه بصراحة هي مسؤولية مشتركة، ولكن كيبقى الجزء الأكبر من هذه المسؤولية كتحمل الآباء، لأنهم كيعيشوا مع الأولاد ديالهم داخل البيوت، خصهم يراقبوهم مراقبة شبه مستمرة. أفضل ألف مرة أن يتعاطى وأن يعمل وأن ينشغل في الدار عوض الانطلاق للصوصية. تصوروا أنني هنا صدفت شبان يسكنون في 15000 درهم، قال لكم شنو نبغي نمشيو لفرنسا، قلت لهم تعلموا حرفة، قال لكم شنو نبغي نمشيو عين خونو، كيسكنوا في عمارات هنا 15000 درهم من متر كاري، بغاو يمشيو عين يسرقوا في أوروبا، ما بغاو لا يقراوا لا والو. هذه وسيلة تثبتهم في الدار وتحصنهم عن 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 زوغ الزنقة ويشغلون دماغهم. اللهم الدماغ ولا بالتخريف شيء جميل، وحينما يكون الآباء أميين إدكا يجب أن يتدخل إخوانهم إن كانوا متعلمين. أما هو شيء جميل أن نساير العصر في جميع تجلياته التقنية والفكرية والدماغية والسلوكية. عاش العلم. بالنسبة للأطفال اللي كيلعبوا هذه الألعاب الإلكترونية، صديقوا على حسب نوع اللعبه اللي كيلعبوا، حيت كاينه بعض الالعاب اللي هي كتكون ثقافيه وكتكون يعني كتسير العصر الحالي، وكاينه بعض الالعاب اللي كتكون هي غتخرب العقل ديال الطفل، انها كتنسي حتى الدراسه ديالو، وكيدخل لواحد الدرجه انه كيصبح مدمن عليها، يعني كينسى الدروس ديالو، ولا كيعطيها واحد النسبه ديال الدروس ديالو كيعطيها واحد 10%، 90% كتمشي في الالعاب. والمشكل فين كيتجلى بان بعض الاباء ما كيراقبوش هذا الشيء. يعني انت سيدي كتحمل المسؤوليه الدرجه الاولى؟ الدرجه الاولى كنحملها للاباء، لان علاش؟ لان هذا الشيء اللي كنتكلموا عليه حاليا، هذا الموضوع اللي هو اللي مطروح للنقاش، انا عشته حاليا في هذا العصر اللي داخلين في هذا القرن اللي حاليا، دخلت العاب من الخارج، دخلت شيء ديال لي دي في دي وهذه المسائل. انا كنراقب كندخل غير بعد السيبر، كتلقى الطفل كيخلص 5 درهم ولا 10 درهم، كتلقى كاع النهار هو كيشاطي، فاش الله اعلم. الدراري ملي كيشدوا الاخت شي لعبه كيعتقدوا انهم كياخذوها للتسليه، وهي في الواقع راه ما كياخذوهاش للتسليه، كياخذوها كادمان، كيخليو العقل ديالهم، راه العقل ديالهم ماشي كيتنشط مع ديك اللعبه، بالعكس راه هذيك اللعاب خايبه بالنسبه للاطفال، ولكن الاطفال عاهد بهم راه كيديروها للتسليه، وهي راه ماشي للتسليه، هي راه بحال كتحس العقول ديال الاطفال. انا كنحمل المسؤوليه الناس اللي خرجوا هذه اللعبه، اما الاباء والامهات كاين اللي خدام وعاطي الابن ديالو التليفون على اساس انه غيحفظ فيه،
كي غدير هاد الام انها خدامه ولا الاب كيشتغل ولا الام وغيراقبوا هاد الدري اللي عنده التليفون في يده.